كنا بنتكلم بمناسبة الاستثمار الرياضي الأسبوع اللي فات، عرضنا لكم شركات الأهلي الثلاثة اللي الأهلي بيتسق فيها تماما ويتماشى ويتوافق مع طموحات الدولة ورغبات الدولة وتوجهات الدولة المصرية في المستقبل القريب إن شاء الله. ده كان النادي الأهلي وكيف يتناغم مع الأهداف العامة للوطن، كمان لما مصر تتجه بكل ثقلها إلى قارتها الأفريقية الحبيبة يكون دور النادي الأهلي الرائد في احتضان الأشقاء الأفارقة في مد جسور التعاون مع كل الجماهير الأفريقية في كل مكان، ويستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم وفدا من نادي سيمبا التنزاني. نادي سيمبا التنزاني جاي بوفد ضم عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي باربرا جونزاليز والرئيس والعضو مجلس الإدارة مالومو إيريك. ده وفد جاي من نادي سيمبا التنزاني راغب في مد جسور التعاون والاستفادة من تجارب النادي الأهلي فيما يشبه التوأمة فيما يشبه التعاون. جايين الناس عايزين يتعرفوا زي ما قالوا على نموذج النادي الأهلي بشكل جيد، عايزين يكون في تعاون ليهم مع نادي القرن، عايزين يشوفوا النادي الأهلي شغال ازاي. استقبل الكابتن محمود الخطيب وفد سيمبا التنزاني وبحث معهم إمكانية التعاون، ومسؤولي سيمبا عرضوا ان هم هيقدموا تصور لشكل العلاقة التعاونية مع نادي القرن في أفريقيا. نادي سيمبا واحد من أعرق الأندية في تنزانيا وتردد اسمه في البطولات الأفريقية كثيرا، ولكن كما أن ريال مدريد والبارسا والبايرن هم قبلة أندية العالم عشان يستشرفوا منهم التجارب ويعني النجاحات، الأهلي في هذه المكانة أكثر من نادي بيجيله عشان من أفريقيا عشان هو قبلاتهم ويعلمون قدر النادي الأهلي. وتصريحات الرئيسة التنفيذية لنادي سيمبا بتعكس هذه الرؤية وهذا الاحترام، وهذه هي القوة الناعمة المصرية الرائعة والعظيمة المتمثلة رياضيا في النادي الأهلي الكبير.